شيء جميل ان احنا نحفر في عقول ولادنا حب الابتكار والابداع. مش عايز اقدم ضيوفي على انهم اطفال صغيرين، ولكن خليني اقوله بكل فخر، هم علماء المستقبل من خلال مسابقه استمرت 11 عام، مسابقه فيرست ليجو ليج لتصميم وبرمجه الروبوت الدوره ال 11. عايز اقول فكر، ابداع، تصميم، تعاون، وسن صغير. هنتكلم كتير مع ضيوفنا النهارده، مش عايز اضيع الوقت في المقدمه، ولكن خليني ارحب بسرعه بالأستاذة نسمة حسين عبد العزيز، رئيس أحد المؤسسات المشاركة في البطولة. أستاذة نسمة صباح الخير، وألف ألف مبروك. ميرسي. وخليني أعرف بقى العلماء بتوع مصر في الأجيال اللي جاية. إبراهيم عادل يحيى أحد المشاركين في البطولة. إبراهيم أهلا بيك ومبروك، هنتكلم معاك كتير. خلينا أقدم عمر محمد عبد الوهاب أحد أعضاء فريق بلو أوشن وأصغر متسابق، صح يا عمر؟ اهلا بيك يا عمر. وعبد الله محمد احد اعضاء فريق بلو اوشن، وحبيبه احمد صابر احد الاعضاء ايضا. في حد نسيته؟ احمد صح. طيب خلينا نقول احمد وسام احد الاعضاء ايضا. احمد فك كده بقى عشان نعرف نتكلم. طيب استاذه نسمة، في البدايه طبعا بنبارك لك ونقول لك الف الف مبروك، المركز الثاني مظبوط؟ صح. مسابقه صعبه وكبيره، ولكن خلينا نقول الوصول للبطوله صعب، ولكن بالتأكيد كان في أهداف للمسابقة دي. أهدافها إيه؟ أهدافها كتيرة قوي. أنا بعتذر بس عشان البرد أولا. أهدافها كتيرة. إحنا الحمد لله بقالنا فترة طويلة ودخلنا كذا مسابقة قبل كده، بس إن إحنا شايفين الولاد دي في حاجات مختلفة عن أي حد. إزاي إن الولد ممكن يبقى تالنتد جدا، عنده presentation skills ممكن ننميها، عنده فكر عبقري، ممكن الولد يفكر بطريقه مبتكره اكتر. يعني حد فيهم هيقول لك انا كنت بفكر بفك واركب اللعب بطريقه مختلفه، كنت بحب احاول اللعبه مثلا بدل ما ايديها تتحرك رجليها تتحرك. احنا بنحاول ننمي ده، بنحاول نخلي الولاد تخرج شويه بره اطار المدرسه او بره اطار اي حاجه تانية وتخش تبدع. ازاي نفكر، ازاي نعرف علوم الهندسه دلوقتي بره بقت منتشره جدا. ان الولد يعرف الروبوت ويبرمج الروبوت ويعرف يخليني يعمل ميشن، وده جزء من المسابقه كمان. هي المسابقه كاتيجوريز فيها كذا حاجه، فازاي الولاد دي تقعد تعمل برزنتيشن، ازاي تعمل بروجكت لوحدهم. يعني حاجه رائعه فعلا فعلا، الولاد عملوا شغل حلو قوي قوي الحمد لله رب العالمين. كان في شروط معينه للاشتراك في البطوله دي؟ يعني انا شايف السن صغير، وكمان عمر كمان سنه اصغر، احنا لسه هنتكلم عن عمر دلوقتي شويه. انما شروط المسابقه واتقسمت ازاي؟ المسابقه بتبتدي من سن 9 سنين لغايه 16 سنه. عمر طبعا كيس مختلفه فعلا احنا بنتكلم عليها. لازم يبقى الولاد عندهم يمكن الباشن ان هم يخشوا حاجه زي كده. يعني الحمد لله بنخرج ناس كتيره قوي بتاخد روبوتكس، بيبان بقى هما بياخدوا الكورسز، حد تالنتد في البروجرامينج، حد تالنتد في الديزاين، حد يمكن عارف يتكلم شويه. ده كمان بيتنمى مع وجود المسابقه. فبيبقى كل حد عنده تالنت في حاجه، وممكن تكون والدته ووالده مش عارفين يطلعوا التالنت اللي فيه. هي دي بقى خناقه. يعني عايز اخرج شويه بقى اطار الاسئله وعايز اسالك، السن ده لقيته فيه صعوبه في التعامل معاه بمنتهى الامانه؟ هو صعوبه في الاول، يعني يمكن اول شهر مثلا، بس مجرد ما الولاد، يعني انا والله بيجي لي امهات تقول لي ابني هيقعد، ابني هيقعد الثلاث ساعات، الولاد بتبقى مش عايزه تروح. اسالوهم. يعني في المسابقه كنا بنقعد بالاربع والخمس ساعات تريننج، خلصنا يوم المسابقه 12 ساعه، روحنا على الاكاديمي قعدوا يشتغلوا تاني ويكلموا مامتهم، لا احنا لسه ورانا شغل، لا حاسين بالمسؤوليه، واقفين قدام الجادج احنا عملنا كذا. جميل. احنا عملنا هم اللي عملوا بروجكت من اي تو زد. عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه قوي ناس كتير ما تعرفهاش، ان دور المهندس او الاشراف عليهم اشرافي. يعني المهندس قبل كده بيديهم الكورس وبيبقى وراهم اعمل ده ما تعملش ده، لا في المسابقه بيبقى اشرافي عشان ما يغلطوش. نحاول لا خلي بالك من دي، لا زود دي، لا البرزنتيشن، بندي برزنتيشن سكيلز عاليه جدا للولاد. بنعمل مسابقات داخليه جوه الاكاديمي نجيب فيها اولياء الامور عشان الولاد تاخد خبره اكتر وتاخد جراءه اكتر. جميل. لا احنا الحمد لله بقى لنا كتير بنشتغل في المسابقه الحمد لله، خمس شهور يعني ما شاء الله. مبروك مره ثانيه. ربنا يخليك. ابراهيم، الاشتراك في البطوله واكيد حته التعاون اللي كانت موجوده بينكم، ولكن اشتركت ازاي؟ احكي لي الحدوته جت ازاي؟ مين اللي كلمك؟ فكرت الموضوع صعب ولا جات لك الجرأه قلت لا انا هدخل وهثبت نفسي؟ اتكلم معايا بقى. قبل ما اشترك كان بصراحه كنت بحب افك اركب الحاجات. هنعلي صوتنا شويه بري. كنت احب افك اركب الحاجات، كنت بركب اللعب. بعد كده رحت اتمرنت شويه اي في 3 عند برنسوس. بعد ما اتمرنت عند برنسوس رحت ليفل ال، قعدت استنى كتير كتير ما وقفتش عند الافلال،
استنيت المسابقة وبرضه خدت كورسز كتير عند تكنو ليدرز اللي هم فرنسوس. خدت كورسز في ايه بقى؟ خدت في الالكترونيكس كويس، وازاي اعمل باور سبلاي. انت كنت حاسس ابراهيم انك محتاج الكورس ده؟ يعني مسابقة زي دي هتعتمد على عقلك بس وخبرتك بس، ولا كان الكورس ده فارق معاك قوي علشان تقدر تحقق حاجة في المسابقة دي؟ كان فارق معايا قوي، وانا كنت نفسي اخش المسابقة دي عشان انا من صغير وانا بحب الروبوتس والحاجات دي، بس ما اعرفش ازاي اعملها. لما عرفت حبيتها اكتر وبدات عاوز اعمل اكتر. جميل عبد الله، حته اختيار الفريق وانكم تخشوا مع بعض كتيم، يعني لقيتوا بعض ازاي؟ اخترتوا بعض ازاي؟ احكي لي. في البدايه احنا كنا بنختار بعض على اساس يعني التعاون مع بعض يبقى بنتيجه كويسه. وبرده ما حدش يفكر في نفسه، كنا بنختار يعني الناس احنا عارفينهم واصحاب عشان ما تكونش في خناقات وكده، يعني تبقوا متعودين على بعض مش كده؟ يعني انتوا عارفين بعض من الاول، ولا فوجئتوا ان انتوا لما دخلتوا كتيم بداتوا تتعرفوا على بعض وفي ناس غريبه بالنسبه لكم؟ لا، هو في الاول ما كناش عارفين بعض، بس مع اول اسبوعين كده بدانا نتعرف على بعض كله. كنت قلقان ولا ما كنتش قلقان؟ بمنتهى الامان. لا كنت قلقان. كنت قلقان. وبعد ما اندمجتوا ودخلتوا وتعرفتوا على بعض، وطبعا الفكر بداتوا بقى تتكلموا مع بعض عشان تعملوا تيم وتبقوا مع بعض فريق واحد، لقيت سهوله بعد كده ولقيت حب من زمايلك واندمجتوا مع بعض، ولا الموضوع كان فيه صعوبه؟ لا انا عايز اثبت نفسي، لا انا اللي هبين ان انا اللي اخترعت ده، ولا اندمجتوا مع بعض وحبيتوا بعض؟ وفي الاول بس كان فيه حب من كده، بس بعديها اندمجنا مع بعض وكنا. انت صريح عبد الله بصراحه. طيب خلينا نروح لعمر ونديله المايك بقى. عمر، انت اصغر متسابق في البطوله، وعرفت ان انت عندك سبع كام سنه؟ سبعة ونص. انت في سنه تانية. طيب حته ان انت موجود واصغر واحد في الفريق والباقيين اكبر منك في السن، كلمني ازاي قدرت تستفيد من الموضوع ده؟ يعني كنت متضايق ان انت سنك صغير، قدرت تتكلم معاهم وقدرت تتواصل معاهم في حته ان اكيد هم جايز بيفكروا شويه اكبر منك، حسيت بفرق ولا ما حسيتش بفرق؟ بصراحه انا ما حسيتش بفرق. نعلي صوتنا بقى. ما حسيتش بفرق. لا عملت معاهم ايه؟ كلمني احكي لي. يعني انا كل يومين او اسبوع بعدي على البروجرامينج وبعدي على الديزاين. يعني بشتغل كل الشغلانات اللي هم بيشتغلوها. كويس. انت كنت في البيت قبل ما تدخل في المسابقه كنت بتقعد تركب وتخترع وحاجات زي كده؟ يعني بابا وماما في البيت حسوا ان انت زي ما بيقولوا مخترع صغير، عالم صغير، ولا الموضوع كان بالنسبه لك جديد ودخلت على طول على المسابقه؟ احكي لي كان بيحصل ايه في البيت. في البيت مش كل الاوقات كنت بقعد اركب واشيل، بس كنت بركب واشيل في حاجات معينه. جميل. في الفرق لما دخلتوا كانوا مستغربين ان في حد في الفريق بتاع بلو اوشن سنه صغير، ولا هم اللي دخلوا لسن الكبير شايفين ان طبيعي انك تخش؟ لان انا عرفت على فكره كمان من ماما ان المفروض ان في سن بتدخل منه، مش كده استاذ نسمه؟ 9 سنين. في سن معين انتوا استثنيتوه؟ خدنا الاكسبشن بس من المسابقه نفسها في امريكا. جميل. استاذنتوهم؟ طبعا وقعدنا فتره واقفين او بيتدرب معانا، بس كان مصمم حتى لو ما كانتش جت يعني البرميشن كان هيخش كهيلبر من كتر ما هو كان فعلا نفسه يخش المسابقه، كان حابب يخش التشالنج ده. جميل. عمر، انت كنت قبل الهوا عمال تتكلم معايا وبنبنط وعمالين، مالك سكت ليه؟ ليه سكت؟ قولي بس، عايز اسمع منك حته الاندماج مع الفريق. يعني انت حسيت؟ عبد الله قال لي في الاول انا كنت كاشش وقلقان بصراحه، وبعد كده الامور فكت وبدانا نتعاون مع بعض. انت كنت خايف عشان هم اكبر منك في السن؟ ما كنتش خايف، انا كنت مبسوط اساسا من اول ما دخلت. اعتقد على الشاشه كمان صفحتكم دي يا استاذ نسمه على الفيسبوك، مظبوط؟ بالظبط كده. تمام، علشان التواصل معاكم. الصوره دي كانت فين؟ في المسابقه. في المسابقه. طيب خليني اسال حبيبه واحمد. احمد بقى احنا اتفقنا هنتكلم مع بعض وحته المدرسه وكيفيه تعامل المدرسه معاكم وانتوا زي ما انا قلت علماء صغيرين. المدرسه عرفت انكم هتدخلوا مسابقه زي كده؟ كان عندها خبر انكم هتدخلوا مسابقه زي دي بالحجم ده كله وانتوا عقولكم ما شاء الله سابقه سنكم، ولا ما كانوش عارفين؟ هنعلي صوتنا بقى كده. ما كانوش عارفين، بس عرفوا. بس نقرب المايك شويه ونعلي صوتنا. يعني هم ما كانوش عارفين في الاول، بس عرفوا بعد ما المسابقه خلصت ان احنا دخلناها. عرفوا بعد المسابقه خلصت؟ بعديها. طب خلينا نقول لما عرفوا بقى، ايه اتعاملوا معاك ازاي في المدرسه؟ اصحابك
واداره المدرسه. كانوا عايزين برضو يعملوا زي ما احنا كلنا عملنا، وكانوا عايزين برضو يخشوا، كانوا قاعدين بيسالوا على تفاصيل الكورس. كانوا مبسوطين بيك؟ اصحابك كانوا بيتعاملوا معاك بشكل طبيعي؟ يعني زي ما تقول ايه، يعني قبل المسابقه كانوا بيتعاملوا معاك بشكل، وبعد المسابقه حسوا ان احمد ده حد مختلف، عقليته مختلفه، حد سابق سنه، ولا حسيت ان اصحابك زي ما هما بيحبوك والموضوع ما فرقش معاهم بصراحه؟ بس لا، قول لي احكي لي. نفس الحاجه يعني، ما فرقتش، فرقت شويه صغيرين بس. عشان انت متواضع يا احمد، انا عارف انت متواضع وطيب خالص. طيب حبيبه، انت بتضحكي ليه؟ حبيبه التيم ليدر. قولي لي حبيبه، بقى في المدرسه اتعاملوا معاكي ازاي، وحته التعاون مع الفريق، وانت البنوته الوحيده اللي في الفرقه ولا معاكي بنات تانيين؟ لا، انا الوحيده اللي كنت في الفرقه. هنعلي صوتنا بقى. انا الوحيده اللي كنت بنت في الفرقه كلها. جميل. اتعاملتي مع اصحابك ازاي وكلهم ولاد؟ مستر نور الكوتش بتاعنا علمنا ازاي نعمل تيم ورك. هنعلي صوتنا شويه. مستر نور علمنا ازاي نعمل تيم ورك. نحط المايك قريب من بقنا بقى كده ونعلي صوتنا. يلا. علشان كده كنت قادره اتعامل معاهم واشتغل معاهم، كنت مبسوطه جدا ان احنا كلنا بنشتغل مع بعض بتعاون. جميل. هنتكلم على المدرسه. المدرسه عرفت قبل ما تخش المسابقه ولا بعد زي ما احمد قال لي؟ وقت ما كنت باخد الكورسات كانوا مش مصدقين ان انا باخد كورس روبوت، وبعدين لما ابتديت ادخل في المسابقه في ناس كانت مصدقه وفي ناس ما كانتش مصدقه، وبعد ما قلت لهم ان انا كسبت بقى المركز الثاني كلهم بقوا مصدقين بقى ان انا كنت في كورس روبوت وبعرف اعمل روبوتس، واخدت كورس الكترونكس مع ابراهيم. كرموكوا في المدرسه يا حبيبه؟ لا، لسه هنتكرم الاسبوع الجاي. جميل، هيحصل يعني. انتوا تستاهلوا كتير خالص حقيقه. استاذه نسمه، ردود افعال اولياء الامور، ردود افعال اولياء الامور بالنسبه للفريق كله كتيم، عايز اعرف سمعتي ايه؟ اتكلموا معاكي قالوا لك ايه؟ الحمد لله كانوا مبسوطين جدا جدا، فخورين جدا لاولادهم، لان احنا كمان بنحاول. بصي انا هقطع كلامك معلش، دي صور للفريق وهو شغال بالظبط جوه التيم ده. هم كمان مش واخدين بالهم وانا بصورهم، كانوا مركزين قوي في دي الجراوند، دي البلاي جراوند اللي بنشتغل عليها. هم عاملينها زي هيئه جيم كده بالروبوت عشان برضو ما يحسسوش ان ده البوستر بتاعهم. كمان حبيبه اتكلم حضرتك، هي بتجيب كل افكارهم وبيجزقوها على بوستر عشان كانها دماغهم جوه البوستر، وبيشرحوا البرزنتيشن عليه. جميل. ابراهيم، موضوع هناخد بقى المايك من عمر او من حبيبه، موضوع الدراسه. يعني انا عارف ان الشغل بتاعكم ده خد وقت، مفيش كلام، بس انت مطلوب منك في نفس الوقت كمان ان انت تحافظ على مذاكرتك وعلى مستواك بالنسبه للمدرسه. كلمني ازاي قدرت توفق ما بين الدراسه وبين المجهود اللي انت بتبذله انت والتيم اللي معاك، والمفروض ان انت كمان عايز تحقق مركز في المسابقه. هو بصراحه انا لما قلت للمديره ان انا رايح المسابقه استسلمتني ووافقت ان انا اخد يومين اجازه اللي هم اربع وخميس عشان التدريب، وبعد كده بعد المسابقه حاولت يوم الاحد اتحسن وابقى احسن وذاكرت كويس الحمد لله. يعني ده ما اثرش على مذاكرتك؟ ما اثرش خالص. خالص. وانت غبت يومين بس على المدرسه؟ غبت يومين على المدرسه غير الخميس والجمعه ان انا ما لحقتش اذاكر فيهم لان هي ايام المسابقه. استاذه نسمة، اعتقد ده الفيديو اللي انتوا فزتوا، ده الريبوت اللي انتوا فزتوا بيه؟ لا، ده التدريبات جوه الاكاديميه نفسها. قبل يوم المسابقه. يوم المسابقه يمكن المكان بيبقى كبير قوي، ما بنعرفش نصور عن قرب كده. اهي، ومفروض الروبوت بنعمله بروجرامنج فبيعمل اوامر معينه. تمام. طيب عايز اقول بالنسبه للمحكمين وبالنسبه للجان التحكيم، طبعا انتوا زي ما قلت لي في سن، يعني في ليفل لكل مرحله. طيب اتعاملوا ازاي مع الولاد؟ يعني والولاد كانوا خايفين منهم كلجنه تحكيم. عمليه تصنيف الولاد عشان اختار مركز اول وثاني وثالث، اكيد انتوا كنتوا طمعانين في المركز الاول، مفيش كلام. صح يا ولاد؟ كنت نفسكم تاخدوا مركز اول صح؟ طبعا. زعلتوا لما هم حسيت انهم اتضايقوا لما خدوا مركز ثاني؟ لا، احنا من ضمن المسابقه في حاجه اسمها كور فاليوز، ان احنا وي اول وينرز، حتى لو دخلنا وما حققناش المركز اللي احنا قادرين عليه، لان المنافسه برده كانت صعبه. حضرتك بتتكلم 96 فريق وهم اول مره يشاركوا بالسن ده. 96. 96 فريق على مستوى الجمهوريه كامل. بالظبط كده، من مدارس لاكاديمي. الحمد لله عاملين شغل حلو قوي. الولاد كنا داخلين بنحاول وبنجتهد على قد ما نقدر، بس احنا في الاخر مكسبنا ان احنا دخلنا مسابقه زي دي. عظيم. وان احنا وقفنا وعملنا شغل. جادج منهم نزل وبص على الولاد وهم بيتدربوا
وقال لي الولاد دي شاطره قوي وعاملين شغل متميز، عجبهم قوي الديزاين بتاع الروبوت، عجبهم قوي الثقه وهما بيتكلموا في البرزنتيشن. هي كمان المسابقه كاتيجوريز، يعني فيها البروجكت دي حاجه برضو حبيبه اتكلم حضرتك عليها، هما بيختاروا بروجكت هما اللي عاملينه وهما اللي مختارينه وبيطلعوا عليه الداتا كلها لوحديهم، بيعملوا عليها برزنتيشن لوحديهم، وبيعملوا الروبوت والبروجرامنج، يعني هي اجزاء. طبعا احنا وقتنا خلص لان انا لسه اتكلم معاكم كتير، بس حبيبه عايزه تقولي حاجه في الاخر عن المسابقه دي. هناخد المايك من ابراهيم وقولي لي كلمه ليكي. هاخد كلمه كده كل واحد بسرعه قبل ما بس بصوت عالي ونقرب المايك. احب اشكر مستر نور لان هو اللي ساعدنا بان احنا نوصل للمركز ده، واحنا كسبنا في الريسيرش هو مستر نور اللي علمنا ازاي نعمل ريسيرش اصلا. احمد عايز تقول ايه بقى في النهايه، وامالك ايه ونفسك في ايه في اللي جاي؟ صوت عالي بقى ونقرب المايك. لا انا نفسي اخش مسابقات كمان واحقق مراكز اعلى من كده. جميل جميل، عامل حسابك انت. ابراهيم نفسي ان احنا كل ان مصر كلها تشترك في المسابقه دي، واشكر مستر نور على ان هو ساعدنا، وبتمنى ان مصر كلها تشترك في المسابقه دي. انتوا ولاد حلوين قوي. عمر انا نفسي انصح كل واحد انه يخش الروبس ويخش المسابقه، وكمان لما يبقى عنده تراش ما يرميهاش في الزباله. جميل. ممكن يعمل لها سورتنج، وكمان يوديها لمصانع يعمل لها سورتنج. احنا برضو احنا مصنع فوم، يعني بنصنع من الفوم ويعملوا طبق بلاستيك. انت سنك صغير بس عمال تفكر في اللي جاي ما شاء الله. عبد الله احب اول طبعا اشكر مستر نور اللي اتخلى عن اجازته الوحيده عشان يجي معانا. جميل. وباذن الله يعني لما اكبر كده بعد سنتين ثلاثه اخد المركز الاول وامثل مصر في امريكا. جميل، كلكم طمعانين ان شاء الله في المسابقه اللي جايه في المركز الاول. عايز اشكركم مره تانية عشان وقتنا خلص، وان شاء الله هنتقابل وهم محققين مراكز اولى، لان انا شايف ان امالهم وطموحاتهم اللي جاي دايما هيبقى احسن من اللي فات. عايز اشكركم واقول دول علماء مصر اللي جايين، حتى الطموح بتاعهم عايزين يحققوا المراكز الاولى، عايزين يشتركوا في مسابقات تانية، حاجه الحقيقه تفرح. عايز اشكر استاذه نسمه عبد العزيز رئيس احد المؤسسات والمشاركه في البطوله. شكرا استاذه نسمه، وهنتقابل مره تانية هيكونوا كبروا شويه وهيكونوا حققوا المركز الاول. عايز اشكر ابراهيم عادل يلحى. شكرا ابراهيم، وان شاء الله مصر زي انت ما قلت هتشترك كلها وشباب مصر في مسابقه اللي انت كنت موجود فيها. عايز اشكر عمر محمد عبد الوهاب اصغر متسابق، وان شاء الله يا عمر هنستثمر كل اللي موجود عندنا في البيت، مش هنرمي اي حاجه. عبد الله بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى ان امنياتك كلها تتحقق. حبيبه انت ابتسامتك جميله قوي وماسكه الشهاده بتاعتك، انا حاسس انك فرحانه جدا جدا، انا سعيده علشانك، وانت البنوته الوحيده في الفريق، بس انا عارف البنات جامدين قوي وجدعان صح. عايز اشكر احمد وسام. احمد ان شاء الله تحقق كل امانيك، وانا عارف المدرسه هتكرمك، وعارف ان انت عقليتك عقليه جامده جدا، ان انت وبقيه التيم بتاعك بتمنى لكم كل التوفيق، كلكم علماء مصر اللي جايين باذن الله باذن الله باذن الله اللي جاي افضل من اللي فات، هم دول شباب مصر. بسرعه هروح لفاصل سريع وهنرجع لكم مره ثانيه.